السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا خالص؟ اليوم بس ناخذ درس في مادة التربية الإسلامية، وهو الدرس 28 زكاة الفطر. لا تنسوا تكتبوا التاريخ الثلاثاء 27/4/2021. زكاة الفطر يا خامس، زي ما انتم عارفين احنا انه احنا هلا في شهر رمضان، وينبغي في شهر رمضان انه بابا والدك يعني يخرج زكاة الفطر عن كل فرد عندكم بالعيلة. كل فرد في العيلة يخرج عنه زكاة الفطر، لأنه من يتولى الإنفاق على الأسرة؟ الوالد. وبالتالي يتوجب على الوالد أو والدك إنه يخرج زكاة الفطر عنك وعن إخوانك وأخواتك وعن والدك، حتى عن والدته إذا كان هو أيضا ينفق عليها. فزكاة الفطر هي مقدار معين من الطعام، يعني بيقدر إنه يخرجها من الطعام. طبعا من الطعام بيكون مقدارها 2 كيلو وإي يعني بمعنى، أو قيمته يعني يخرجها مقدار من المال. وقد حددت وزارة الأوقاف الأردنية مقدار زكاة الفطر لهذا العام دينار 80 عن الفرد الواحد. طبعا متى تخرج هذه الزكاة؟ في شهر رمضان، أواخر شهر رمضان يعني 10 الأواخر يتم إخراج زكاة الفطر، ويفضل إخراجها آخر ليلة من ليالي شهر رمضان يعني قبل العيد بيوم. هاي الزكاة واجبة على كل مسلم، كل مسلم ينفق على عائلته، ينفق على والده والدته، ينفق عليه إخراج زكاة الفطر عنه. هاي الزكاة لمين بتروح؟ بتروح للفقراء والمحتاجين والمساكين الذين يحتاجون إلى المساعدة. فهاي الزكاة هي نافعة للفقراء والمحتاجين. مقدار زكاة الفطر هي بتكون من الطعام، إذا بده يخرجها طعام رز أو شعير أو قمح، لازم عن كل فرد يخرج 2 كيلو و176 غرام، ويجوز إخراجها نقدا بالمال. وقد حددت وزارة الأوقاف الأردنية دينار 80 قرش، واضح؟ يعني دينارين إلى 20 قرش تقريبا. لأجل ذلك يا خامس يجب أن دائما أو تذهبون إلى تذكير أبائكم وأمهاتكم بزكاة الفطر. يعني مو غلط هلا أنت بعد ما تخلص الفيديو الحصة تروح تذكر والدك ووالدتك بضرورة إخراج زكاة الفطر. الآن ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ متى يجب إخراج هذه الزكاة؟ تخرج زكاة الفطر أواخر شهر رمضان، ويفضل إخراجها آخر ليلة، آخر ليلة من ليالي شهر رمضان يعني قبل العيد بيوم يا خامس. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يعني الزكاة تخرج على كل مسلم سواء كانت بذكر أو أنثى، حر أو عبد، يعني قديما كان في عبيد اللي بيكون مملوكين بالأسياد. أيضا في عنا افتحوا لي يا خامس صفحة 111، عينوا معي الأشياء المهمة. درسنا كثير سهل وبسيط اليوم. زكاة الفطر، ما معنى زكاة؟ ما معنى زكاة الفطر؟ مقدار معين من الطعام أو قيمته يخرج المسلم في شهر رمضان المبارك. الآن ما هو حكم زكاة الفطر؟ واجبة على كل مسلم، يخرجها للفقراء والمساكين. عن مين؟ عن نفسه وعمن أو عمن تجب عليه نفقتهم من الزوجة والأولاد والوالدين. يعني يخرجها والدك عن نفسه وعنك وعن أولاده اللي هو أنت وأخوتك،
وعن زوجته اللي هي والدتك وعن والده ووالدته اللي هم جده وجدك. الآن ما هو مقدار زكاة الفطر؟ صاع من غالب طعام أهل البلد، تمر أو قمح أو أرز، ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا يعني مال، لأنه أنفع للفقراء. الآن ما هو وقت إخراجها؟ أواخر شهر رمضان المبارك، ويفضل إخراجها في آخر ليلة من رمضان قبل العيد. الآن أتأمل الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرف، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الآن ما هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ مساعدة الفقراء والمحتاجين. وهيك يا خامس بنكون أنهينا، ويعطيكم ألف عافية.